المتحف القومي للحضارة المصرية، المتحف الكبير، مش بس واحد من أهم المتاحف المصرية، احنا بنتكلم على متحف عالمي بكل المقاييس، بيعرض كافة الكنوز الأثرية لمصر. إلى جانب العرض المتحفي كمان هو مركز علمي متكامل، مجموعة من المعامل المهمة جدا، المراكز العلمية تحت مظلة المتحف الكبير، من أهمها معامل حفظ وحماية وترميم الأثر. مؤخرا كمان شهد المتحف افتتاح مجموعة من المعامل البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة، فإيه هي حكاية المعامل دي؟ خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح النور يا فندم، أهلا بيكم. تكلمنا عن أهمية افتتاح المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة، يعني إيه هي التحاليل الدقيقة دي وإزاي ممكن تعود بالنفع على المتحف؟ طيب، المعامل في المتاحف بتبقى نوعين، يا إما معامل خاصة بالترميم يا إما معامل خاصة بالأشياء العلمية. الترميم، المتحف القومي للحضارة المصرية عنده مجموعة من المراكز أو المعامل الخاصة بالترميم ودي شغالة. ما تم افتتاحه هو 13 من 15 متحف معمل علمي. معمل علمي يعني إيه؟ على سبيل المثال الدي إن إيه بتاع المومياوات أو بعض اللي إحنا بنلاقيها، هل بنعرف ده ملك منين، بمين، مين اخو مين، مين ابن مين؟ هذه المعامل بتقوم بهذا الكلام. في اجهزه متطوره بتقدر تخلي العينه اللي هي تم اكتشافها من الاف السنين لما اجي احللها دلوقتي، لا، في اجهزه بتخليها ترجعها للوضع اللي كانت فيه باشياء علميه معينه، بضغط معين، بحراره معينه، ترجعها للواقع اللي كانت فيه، وبالتالي اقدر احللها كما كانت في ذلك الوقت. فالمعامل العلميه بتخلينا نعرف حاجات كتير قوي. واللي عايز اضيفه ان المعامل العلميه دي مش بس بتشتغل على الاثار، ولكن ممكن تشتغل على العينات اللي موجوده دلوقتي. صحيح. وبالتالي كان في الافتتاح معانا كثير من ممثلي الجهات العلميه في الدوله، زي على سبيل المثال أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث وهيئة الجمارك والإنتاج الحربي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات. ليه؟ لأن في تعاون، هذه الهيئات بتحتاج إن هي تحلل عينات عندها، وبالتالي المتحف القومي بيقدم. واحنا الحقيقه دكتور احمد عندنا كوادر علميه يعني رائعه جدا وعظيمه جدا في هذا المجال. حابب اسال حضرتك، معمل للدي ان ايه، الحمض النووي، معمل كمان للنباتات الاثريه، ازاي ده ممكن يكشف لي بعض الحقائق التاريخيه عن فترات عشناها في الحياه المصريه القديمه، عن اسباب او سر وفاه بعض الملوك، الفراعنه، انتشار بعض الامراض في حقب زمنيه معينه في التاريخ المصري القديم؟ يعني العلم ده ازاي ممكن يديني حقائق تاريخيه جديده؟ حضرتك زي، عشان نبسط للساده المشاهدين، لما بيبقى في مشكله في النسب بتاع شخص ما بيطلبوا تحليل دي ان ايه، ما بال بقى ان احنا عندنا بعض الملوك والملكات وبعض المومياوات اللي احنا بنكتشفها ما احناش عارفين دي تتبع مين، او احنا شاكين ان هي من عائله او من سلاله معينه، وبالتالي هذا المعمل قادر على ان هو يكشف من خلال تحليل الدي ان ايه لهذه الهياكل العظميه وهذه المومياوات الوضع بتاعها. بالاضافه لزي ما حضرتك تفضلت، في كثير من الملوك والملكات كان عندهم امراض معينه، واحنا جات لنا الكلام اللي مكتوب على المعابد او في المقابر ان هم كانوا، بس مش متاكدين، فبنقدر من خلال هذا المعمل ان احنا نتاكد من هذا الوضع، وبالتالي هي بتخلي قراءه التاريخ قراءه موثقه وحقيقيه بنضمن بيها صحه ما يتم عرضه من حقائق من خلال هذه التحليلات اللي بتقوم بها هذه المعامل. طب ايه التحديات اللي واجهتوها يا فندم في انشاء المعامل؟ يعني وانتم بتنشئوا المعامل في اكيد تحديات واجهتكم، تخططوها ازاي وايه اللي حصل؟ طبعا لازم نقول ان المعامل دي بقالها على مدار السنين كانت موجوده، كان في مشاكل ماليه ومشاكل اداريه، لكن في الفتره الاخيره الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب على هذه المعامل. يعني ما زالت التحديات موجوده في معملين تانيين، لان انا ذكرت ان هم 13 من 15 معمل، وده بسبب مشكله
نقص في بعض المكونات الاساسيه، وفي مشاكل في استيرادها او مع الموردين او خلافه، لكن الحمد لله تم التغلب على هذه المشاكل لغايه دلوقتي في 13 معمل، وقدرنا الحمد لله ان احنا نقوم بافتتاحهم. يعني بنشكرك دكتور احمد غنيم رئيس تنفيذي لهيئه المتحف القومي للحضاره المصريه، كل الشكر ليك يا فندم.